يمكن احنا كنا خلصنا الشوط الاولاني فرق 6 جوان او يمكن اكتر من 6 جوان كمان 6 جوان، وكان الفرصه بتاعه ان احنا ننزل الشوط الثاني كان المفروض ان احنا نقفل الدفاعات بتاعتنا بشكل مغاير عن كده. اللعيبه طبعا يمكن في حاله ريلاكسيشن حصلت فينا لمده 5 دقائق، وده اللي حصل ان سكور قل شويه، لكن بعد كده المفروض ان احنا تدركنا الموقف ابتدى الماتش يروح رايح جاي. لكن احنا اللعيبه بتاعتنا عارفه ان احنا عندنا هدف الاساسي بتاعنا، الهدف الاساسي بتاعنا هو الدوري مش ماتش، فده ماتش في وسط مجريات الدوري، والحمد لله احنا اول مجموعه، حتى في حاله لا قدر الله كنا في حصل خساره كمان احنا ستيل اول مجموعه، يمكن المنافس هو اللي كان بيحاول ان هو يطلع بعيد عنك في الترتيب بتاعك عشان ما يخشش معاك في نفس المجموعه، فمفيش مشكله بالنسبه لنا كل دوت. مش هنقول هارد لك، بالعكس الحمد لله ده اداء، والعكس ده درس كويس قوي ان احنا نتعلم عشان نعلم من اخطائنا عشان اللي جاي هيبقى اهم بكتير ان شاء الله. احنا الحمد لله كان عندنا المجموعه الاولانيه او الدور الاولاني ان احنا خلصناه وطلعنا اول مجموعه، وبعد كده بنخش في مجموعه الدور الفرق اللي انت ما لعبتهاش اللي هم السبع فرق التانيين، ودخلنا ولعبناهم وكسبنا تقريبا، احنا كسبانين كل ماتشاتنا، ده اول ماتش يحصل فيه درو، غير كده كل الماتشات الحمد لله احنا عايزين معديينها كلها بمركز اول، وفي التالي طلعنا اول الترتيب بتاعنا، ومستنيين دلوقتي ان هم الست الاوائل هيبقى في ثلاث مجاميع اول وثالث وخامس وثاني ورابع وسادس هيلعبوا مع بعض في مجموعتين، فهيبقى في مجموعه بتاعتنا ومجموعه الناحيه الثانيه، وان شاء الله هدفنا ان احنا نطلع اول مجموعه عشان نلعب على على على, على ان شاء الله على البطوله اللي احنا متعودين نلعب عليها لنهايه الدوري ان شاء الله، ونحافظ على اللقب بتاعنا. هو احنا الحمد لله يعني على كل حال احنا لحد دلوقتي احنا لسه بطل الدوري، احنا لسه اول الدوري وصاعدين اول الدوري من قبل الماتش اصلا، سواء انك النتيجه كانت مكسب او خساره او تعادل احنا كده كده كنا اول الدوري الحمد لله. بدانا الماتش بدانا كويس، كنا بندافع كويس، كنا بنعرف نجري، جرينا عملنا كل اللي احنا كنا واخدينه، التعليمات بالظبط عملناها قدرنا ان احنا ننفذها، عشان كده كنا شايفين الفرق في السكور. انما جت لحظه دروب كده ما كناش عارفين نسجل، كانت وقع مننا شويه حاجات، كنا بنوصل بس كنا بنضيع، فكان عدم توفيق يعني، ما كانش مش كسل من اللعيبه، لا احنا كنا بنوصل بس كان عدم توفيق من ربنا بس. كده كده كابتن هشام قال لنا ان احنا بنلعب الماتش ده، احنا كده كده صاعدين اول مش فارق معانا، بس احنا ده ماتش يعني قمه بالنسبه لنا، وان التعادل خساره لينا يعني، واضح جدا ان هم طالعين مبسوطين لكن احنا اللي متضايقين. فأكيد تعليمات كابتن هشام كلها ان احنا لازم نحافظ على شكل النادي ونحافظ على المظهر بتاعنا، وان احنا نطلع بنتيجه كويسه وفي نفس الوقت نلعب ونستمتع بالماتش. التعادل النهارده نتيجه مش يعني ما كناش عايزينها، بس الحمد لله على كل شيء احنا كان هدفنا الفوز، بس الماتش يعني ازم في الاخر وفي غلطات والدنيا سخنت كده، وعملنا التعادل يعني طلعت بنتيجه ترضي الطرفين، ولا احنا كده كده الحمد لله في صداره الدوري برده، واحنا الفريق الوحيد اللي هيصعد بنقطتين، فالتعادل ده يعني مش اكتر من ان هو درس يعني كويس، اللي هي جت دلوقتي احسن ما كانت تيجي قدام، جت في المجموعات واحنا كده ضامنين صعودنا اول، احسن ما كانت تيجي قدام في النهائيات ونزعل خالص بقى. الجميل في الموضوع ان انت تبقى عارف انت عايز ايه، والمباراه يعني انت كلاعب تبقى عارف انت عايز ايه من المباراه وعايز توصل لايه، فالجميل ان اللعيبه عارفه هي عايزه ايه، وحتى بعد التعادل برضو حساباتهم مظبوطه، فالناس يعني الحمد لله رب العالمين عارفين هما بيعملوا ايه، واحنا ثقه في الجيل ده، الجيل ده فيه مجموعه من اللاعبين هايلين جدا جدا.